بنأكد لكل الناس اللي بتحب النادي الاهلي واللي عايز تتمنى تلعب في النادي الاهلي، مفيش اختبارات غير في نادي اهلي مدينة نصر، واي اكونت باسم اي مدرب والكلام دوت عن طريق التواصل الاجتماعي ده يعتبر عملية نصب. ويمكن احنا عملنا كمان مذكرة بكده، وحاولنا على قد ما نقدر بعد المذكرة ان احنا ان شاء الله المسألة القانونية، طبعا الحاجات دي بقى القانونية تبقى موجودة ان شاء الله. سعيد جدا.